نص كوب من الزيت النباتي، 3 أرباع كوب من السكر، 4 بيض، ملعقة صغيرة فانيلا، برش برتقال، نحتاج لنص كوب حليب، نحتاج لربع كوب من عصير البرتقال، 2 كوب سميد، كوب لوز مطحون، فستق حلبي مطحون ربع كوب، وملعقة بيكنج باودر وبيكنج سودا ورشة ملح. طيب هلأ هاي الكيكة كتير بتشبه الهريسة للي بيحب الهريسة ولكن أخف، وبعدين القطر بيقدروا يتحكموا فيه. يعني أنا هون عاملة قطر، مش قطر يعني، عاملة عصير بردقان مع شوية سكر على النار، أوكي، بس مخليته رخو. هذا رح أشرب فيه الكيكة بعد ما تطلع من الفرن، أوكي. فهذا بس حطيت كوب من عصير البرتقال مع معلقتين من عصير من أو 3 معالق من السكر وحليته، تمام. غليته على النار وحطيته لبرد، أوكي. هلأ باقي المقادير. هون رح أحط كمية اللوز اللي عندي، زي ما أنتم ملاحظين ما فيها طحين، فيها بس سميد ولوز مطحون. حطيت اللوز، رح نضيف له، دائماً لما بدنا نطحن اللوز ناعم بنضيف له شوية سكر من مقدار السكر اللي رح نضيفه للكيك حتى يساعدنا في عملية طحنه، وما يعني بنطحن بصير بودرة أكتر. وأنا هون كمان طاحنة فستق حلبي، هذا رح أضيفه. الفستق اختياري، إذا ما بدكم تضيفوا فستق حلبي بالمرة بتقدروا تزيدوا كمية يا أما السميد شوي يا أما كمية اللوز شوي بدال الفستق. فهلأ أول شي بدنا نحطه سمير، هون بدنا نحط الزيت النباتي، تمام، عشان ما فيها زبدة كمان هاي، أوكي أوكي، وبدنا نحط عليها كمية السكر اللي عنا ورح نحركهم بالوسك بدون خلاط. ورح نضيف البيض تدريجياً والفانيلا، أوكي؟ بس حطينا السكر إحنا والزيت والبيض والفانيلا وبرش البرتقال، تمام، عشان هلأ لو تشموا الريحة قدي حلوة، كتير طيبة، واللوز كتير بيلبق مع البردقان على فكرة. هلأ أنا بس أضفت اللوز اللي طحنته للسميد، وأنا مستخدمة، رح تسألوني سميد ناعم ولا خشن، ما بتفرق كتير، بس أنا مستخدمة الخشن، يعني أنا بدي إياه زي قوام الهريسة شوي. رح أخذ شوي من الفستق كمان الحلبي المطحون، فعم بحط كل المواد الجافة مع بعض. رح نحط البيكنج باودر والبيكنج سودا، تمام. فإذا صار عندنا كل المواد الجافة مع بعض بهذا الوعاء، تمام، رح نرجع لهون. إذا زي ما حكينا زيت وسكر وبيض وفانيلا وبرش برتقال، رح نضيف له شوية عصير برتقان عشان عزز النكهة، أكيد، شوية حليب، يعني هم شوي نص كوب، أوكي. وهلأ رح نضيف المواد الجافة يا سمير شوي شوي ونخلط. تمام. طب هلأ أنا رح أحطهم بقالب، بس دهنته بشوية زيت حتى مو حاطة إشي صراحة، وهي شايفين كيف القوام بتكون شوي سائلة، ما تخافوا، مش إنه تفكروا بدها كمان سميد، هذا اللي رح يخليها طرية وهشة من جوا، أوكي؟ هلأ مندخلهم على فرن حرارته 180 درجة لمدة تقريباً 35 ل 40 دقيقة.